هذا نحيي الشعب التونسي بالعيد السادس لثورته المباركة الثورة المجيدة، ونترحم على شهداء الثورة ونرجو من الله الشفاء لجرحاها، وأملنا عميق وكبير بأن الثورة ستحتفي بأعياد وأعياد أخرى إن شاء الله وهي في وضع أفضل. نحن الآن لسنا في وضع سيء، نحن الآن نعيش ثورتنا وإعلامنا حر، وهذا مكسب حرمنا منه خلال أكثر من نصف قرن ويحرم منه أمثالنا في العالم العربي. نحن نحتفي بثورتنا وهي مستمرة، مجلسنا مؤسسات ثورتنا تعمل، الحكومة والبرلمان والرئاسة وكل مؤسسات الرقابة كلها تعمل، وثورتنا مستمرة وستنتج إن شاء الله مزيد من الخيرات، وستواجه كل التحديات بما في ذلك التحدي الأمني والتحدي الاقتصادي، وأعتبر أن التحدي الاقتصادي هو أكبر من التحدي الأمني، بل لا يمكن أن نعالج التحدي الأمني إلا بوحدة ثورية، إلا بوحدة صف، إلا بتنمية حقيقية تزيل الفوارق بين الجهات، تنشر التنمية في الجهات المحرومة، وتعطي أمل للشابات وللشبان في إقامة البيت وفي الزواج وفي الحياة المرفهة. وبالتالي نحن ما تمسكنا بثورتنا، ما تمسكنا بوحدتنا الوطنية، ما تمسكنا بشعارات ومبادئ بثورة، سننتصر إن شاء الله على الإرهابيين، وسننتصر على التخلف بكل أشكاله، وسنوفر إن شاء الله لشبابنا وشاباتنا ظروف الحياة الملائمة والكريمة إن شاء الله. فئة كبيرة من الشباب التونسي اليوم محبط بعد 6 سنوات من الثورة. أقول له الثورة مستمرة، وكما الشعب هذا تغلب على الدكتاتورية باش تغلب على التخلف إن شاء الله، وشوية صبر وشوية تضامن وطني، والدولة عليها أن تتجه بكل طاقاتها نحو هؤلاء الشباب وتوفر لهم الفرص. وزارة التشغيل اليوم توفر مئات وألاف من الفرص، هناك 250 مليون دينار موجهة للمبادرات الخاصة فضلا على برنامج فرصتي، فهناك فرص، فعلى الشباب أن يتصل بمراكز التشغيل في مناطقه ويبدع الفرص. الدولة طارحة فرص كثيرة، وعلى شبابنا أن يبدع مشاريعه، أن يبدع، أن يبادر، أن لا ينتظر أن الدولة. كنا نسمع لوزير منذ قليل، وزير زياد العذاري، يقول بأنه الثورة نقلت السلطة السياسية للشعب، مطلوب مرحلة ثانية تنتقل فيها السلطة الاقتصادية للشعب، وذلك عندما نتوجه كما نحن اليوم نتوجه إلى إجراء الانتخابات البلدية والمحلية. هذا من شأنه أن يعطي الفرصة لشبابنا. الآن هناك أفاق مفتوح أمام ألاف من الشباب ليشاركوا في الانتخابات البلدية، ليكونوا رؤساء بلديات وأعضاء في البلديات، ويتسلموا مصيرهم بيدهم، لأنه هذا معنى أساسي من معاني الثورة، نقل السلطة للشعب، نقل السلطة للشباب. أهم تحدي هو كيف ندير اختلافاتنا بطريقة ديمقراطية، كيف نختلف ولا نخمش وجوه بعضنا البعض، كيف نختلف في بيت تونس دون أن نهدم هذا البيت على رؤوسنا. هذا هو التحدي. نحن عشنا مش عشرات السنين، مئات السنين في ظل ديكتاتوريات، الآن ننتقل فجأة إلى الديمقراطية. الديمقراطية تحتاج إلى تعلم، مطلوب أن نتعلم كيف نختلف وكيف نتوافق، ما هي مجالات الاختلاف وما هي المجالات التي لا ينبغي أن نختلف فيها، ما هي المصلحة الوطنية، ما هي المصلحة القومية، ما هو الأمن القومي الذي ينبغي أن نتوافق عليه ولا نختلف فيه. فهذا أكبر تحدي، هو كيف ندير اختلافاتنا بطريقة تضمن وحدتنا الوطنية وتضمن حرياتنا جميعا وحقوقنا. بهذه الروح سنواجه الإرهاب، وهو تحدي خطير يواجه الجميع، وبالتالي مطلوب أن لا نختلف، أن يكون صفنا موحدا في مواجهة الإرهاب، أن لا نقسم شعبنا إلى ناس مع الإرهاب وناس ضد الإرهاب، لأن الإرهاب اخترع على الجميع، اخترع على من يسمي نفسه إسلامي ومن يسمي نفسه علماني، اخترع على الوطن، ومدام ثم اخترع على الوطن
معناها خطر على الجميع، فينبغي ألا نقسم صفوف شعبنا في مواجهة الإرهاب، لأنه هذا في خدمة الإرهاب، وإنما ينبغي أن نوحد، أن نتوحد في مواجهة هذه الآفة، هذا الخطر العالمي، أن نتعاون جميعا في دفعه، أن نتعاون مع القوى الخارجية التي يهددها الإرهاب، وأيضا أن نتعاون دوليا من أجل مواجهة هذه الآفة التي تهدد الكيان الوطني جملة.